عالم الموضة عالم كبير وواسع، عالم مرتبط بالفن والإحساس بالجمال. الله، ولا غلطة. I love the look. اليوم شفنا إبداعات خارج عن المألوف. حلقات مشوقة تجمع ستايلات كثيرة بالموروث الثقافي السعودي. ستايلست من حول السعودية، حنشوف إبداعهم بتنسيق المظهر بالكامل. ميرفة مكي، فرح الخالد، مشاع السباعي، دولي أحمد، درست إعلام، وأنا ممثلة، درست UK and USA law. أخصائيتي تجميل روان العمر حنين خوج يرافقان ستايلست لمساعدتهم في إكمال اللوك بكافة المواضيع والتحديات. اللاشز أخليها بلون الفستان، ممكن أحط الإكسترسات على نهاية العين لأنه عشان نبرز اللوك حق النجوم. يقدم برنامجنا خبيرتي الموضة والجمال ريم فيصل، مصممة أزياء متميزة بخبرتها في تصميم الفساتين. قدمت إسهامات مهمة ومختلفة في الإرشاد الشخصي بعالم الموضة. أما تلفزيونياً فظهرت كمرشدة في برنامج الموضة الأشهر على قناة MBC Project Runway Middle East. وأخيراً ريم فيصل تركت بصمة بكل مرحلة من مراحل تطور الموضة السعودية. نجلاء زيني شخصية رائدة في صناعة الجمال، تعتبر أول ميك أب أرتست سعودية متخصصة في تزيين المشاهير والعرايس، معروفة بقدرتها على إظهار ملامح المرأة لطلة متألقة على الريد كاربت وفي أضواء التلفزيون القوية. اعتمدت نجلاء من قبل أكاديميات عالمية معروفة. يظهر شغفها بعملها في كل حركة فرشاة، وبفضل مهاراتها أصبحت نجلاء الخيار الأول للكثيرين. ريم ونجلاء هم أيضاً أعضاء بلجنة التحكيم مع ضيوف بارزين بيثروا محتوانا. اللوك مستوحى من التراث الحجازي. اللافندر فكرته جميلة جداً، صراحة أبدعت فيه. كل حلقة موضوع، شعر خيل، ليل وقمرة، نسيم جبل وشبة نار، وكل موضوع مصدر إلهام لتحديين مو سهلين. اللي مطلوب منكم تحضروا لوك فانكي، ابتكروا لوك مستوحى من بحر أملج. في منافسة ودية تحصل فيها كل ستايلست على مهارات ونصائح كثيرة. رموش أطراف تطلع حلوة، تمشي مع الويند لاينر الذهبي يخلي اللوك مسائي. والستايلست اللي حتحصل على مجموع نقاط أكثر حتفوز بلقب أحلى ستايل. مبروك، أنت الفائزة. كل هذا في استديو ستايلي. اسمي دولي أحمد، عمري 28 سنة، من الرياض. درست إعلام، حضرت فيه الماجستير والدكتوراه، ومجالي السوشيال ميديا عامة، ممثلة، موديل، ميك اب ارتست، ستايلست. اللي شجعني اني اكون في مجال الفاشن لزوجي، لانه هو ما شاء الله عليه ستايلست، كان يقول لي انت مبدعه بلك ستايل معين. ستايلي جريء، في لمسه معينه انا بس اللي مسويتها. حابه الستايل تبعي يوصل للناس، مره متحمسه. اسمي فرح الخالد، من جدة بس مستقرة في الرياض. أنا ممثلة وأدرس ماركتينج. بحكم أني ممثلة كثير ناس يسألوني على تطبيقات السوشيال ميديا، على الملابس، من وين جبتي، كيف نسقتي الألوان، وش البراند، فحسيت أني عندي الموهبة في مجال الفاشن والموضة. بالمسلسلات دائماً يكون معانا ستايلست، كنت أشوف وش الألوان اللي ينسقونها مع بعض، وش الألوان اللي تمشي على الكاميرا، فصار عندي خلفية منهم يعني. وجودي في البرنامج اليوم حيكسبني خبرة من لجنة التحكيم، وخصوصاً أنهم ناس بروفيشنال في المجال. جداً متحمسة أشوف وين حدود إبداعي في الستايلات. يا أهلا وسهلاً فيكم فرح ودولي، كيف الحماس اليوم؟ عالي ومتحمسين. لوكات التحديين اليوم حنقيمهم أنا وريم، لكن مو لوحدنا، معانا ضيف الشرف. ضيفنا هو فنان خط عربي هدفه نشر جمال هذا الفن للعالم، وبأسلوبه المختلف استطاع أن يلفت الأنظار له. قماش، جدار، عمود، أي شيء يقع تحت يده يتحول للوحة فنية. كانت بداياته محاولة للبحث عن شغفه وموهبته في الخط، فرسم على الجدارية وامتد فن ليطال أيضاً الديكورات المنزلية، الساعات، الإكسسوارات والسيارات. ومع انتشار الخط العربي في الموضة بدأ يطبق على نفسه، إلى أن تمكن من معرفة الطرق والأدوات التي تخص الملابس بصفة عامة.
شارك في أكثر من 17 جدارية حول مدن المملكة وأعمال أخرى خاصة بمجموعة من الفلل السكنية والكافيهات المحلية. شارك في مونديال قطر بآية قرآنية وبفن الحروفيات وعبارات ترحيبية خاصة بالمونديال. قدم ورشة عمل لطلاب جامعة هارفارد في محاولة منا لنشر ثقافة فن الخط العربي. معنا فنان الخط العربي أحمد السليماني. السلام عليكم. سعيدة جداً بوجود أحمد اليوم لأن شخص جداً موهوب. يا هلا فيك أحمد. أهلاً وسهلاً. نورتنا اليوم. النور نوركم. وبكده اكتملت لجنة التحكيم. الخط العربي هو كتابة النص بطريقة فنية تعبر عن الانسجام والعظمة والجمال، ويعود تاريخ الخط العربي ل 1400 سنة مضت. يعتبر هذا الفن ذو قيمة عالية في المملكة العربية السعودية، والسبب ارتباطه التاريخي بالقرآن الكريم، فهو شكل من أشكال الفنون الإسلامية. هطلب منك أحمد تعلن لي فرح ودلي عن التحدي الأول. نبغاكم تبتكروا لوك يومي باستخدام قطعة أو أكثر بيضاء سادة، بحيث تختاروا لنا كلمة أو رسالة حابين توجهوها لبنات المملكة. حكون معاكم شخصياً أكتب الكلام على فستان، قميص، تيشيرت اللي أنتوا تشوفوه، بتوجيهاتكم فين حيكون موقعه، كيف حنعرضه، في النهاية الرأي لكم. فكرة اللغة العربية تدخل فساتين في ستايل يومي راح يكون شيء جداً مميز. الخط العربي حيضيف لمسات جداً حلوة ويعكس الهوية السعودية. تتميز الكتابة العربية بكونها متصلة، مما يجعلها قابلة أنها تأخذ أشكال هندسية. استخدموا الميزة هذه في تنسيقاتكم، مهم جداً تكون رسالتكم واضحة بحيث تضيف جمالية للتنسيق كامل. مع القطعة البيضاء واللون اللي حتختاريه للخط ممكن يكون مكياج ناعم ومتناسق. بالعموم التجهيل البساطة مع روج جريء، بس انتبه لا يخطف المكياج النظر عن الرسالة المكتوبة على الملابس. نصايح حريم ونجلة حتساعدني مرة في التحدي. التزامكم بنقاط التحدي هو اللي حيساعدكم عشان تفوزوا فيه. كل واحدة عندها في غرفتها الخاصة مجموعة ملابس، لازم تبدعوا في اختيارها وتنسيقها. معاكم ساعة ونص عشان تجهزوا للوك حق التحدي. وخلال هذه الساعة ونص حابين منكم تقوموا ببحث بسيط خاص بموضوع التحدي، تجهزوا منه مود بورد، بعدها حنعرفكم على العارضات، تقدروا تتفضلوا. سويت طبعاً سيرش على الإنترنت وحصلت أكثر من فكرة. أنا بسوي سيرش عشان أشوف إيش الكلمة المعبرة، فمرت قدامي كلمة عشق، حسيت إني ممكن أقدم رسالة تكون موجهة أصلاً لابني. أول شيء جاء في بالي إني ممكن أضيف الكتابة على درس، فإن شاء الله أحصل الدرس المناسب في الستايلينج روم. أول ما شفت الملابس في الغرفة ما حسيت في اختيارات كثيرة، في صعوبة شوي إن أنا أختار. هاي المود اللي حسيت يليق عليها كثير قطع من الموجودة، فهذا شيء جدا بيساعدني في الاختيارات. أول لوك جاء في بالي إني ألبسها دريس أبيض وأضيف شوز البينك أكسر اللون. اخترت القميص الأبيض، حبيت أن أكسره بلون ما أعتمد بس على اللون الأبيض. هاي أول لوك معنا، تمام، بس تجهز بسرعة وتعالي بلون. يلا نايس، حبيت. بس كيف الشوز ما زبط؟ للأسف واجهنا بعض المشاكل في القياسات الموجودة، فاضطريت أني أغير الشوز. يعني ممكن هذا الخيار وهذا الخيار. نايس، نجرب الثاني. فكرت إني ممكن أستخدم السيلفر وأضيف سيلفر إكسسواريز على اللوك، ممكن تسوي أو أمسك هذه. حسيت إن اليلو ماشي أكثر مع اللوك ومع لون بشرة الموديل. تمام، هذا الأوتفت الأول. الثاني حبيت إني أضيف شيء غريب، قررت إني ألبسها دريس أزرق وفوق الدريس ثاني أبيض.
حسيت ان الرساله صعب تنكتب على القميص عشان فكره الخامه تبعه. خلينا نشوف شويس ثاني. جربي هاب. ابسي مهاد. اوكي. حلو. مره نايس. جات فكرة في بالي إني ليه ما أخلي القميص أوف شولدر ويكون من تحت الفستان بارز. أوكي، نحتاج باج. هذه ممكن إكسسواريز. ممكن تجربين هذا. أفكر أن الكتابة تكون هنا أو احتمال ثاني على اليد. خليني أشوف اليد هنا. حلو، نجرب الأوتفيت الثالث. قررت إني ألبسها شيء كاجوال ورسمي في نفس الوقت. ممكن تجربين معاه مبدئيا نفس الشوز وبعدين أشوف لو نغير. جالسة أفكر أكتب هنا أو بنكتب من هذا الجهة. الإكسسوارز راح تكون معنا. ممكن أدخل القميص شوي هيك. لفي. مرة نايس. الشنطة راح تكون هذه. ممكن راح نكسر بيها اللون أو هذه. الشوز لونه أخضر، فصرت محتارة هل أدخل الباكس معها لونها أخضر ولا أكسره بلون أحمر. خلينا الحين بنجرب اللوك الثالث. اللوك الثالث تنورة بيضة وفي قميص أزرق. ستايلستس، خلص نص الوقت وباقي النص الثاني 30 دقيقة بس. بليز نسرع. مرة كنت متوترة، حسيت إنه ما في وقت. ضغط كبير، بس كنت قاعدة أقول لنفسي لا تتوتري، you can do it. التنورة نقدر نلعب فيها زي ما إحنا عايزين، بس okay. القميص بيشتت الانتباه، ما برح يكون في تركيز على التنورة. طيب، لا بنغير. فقررت عشان تبرز أكثر الهوية اللي إحنا نبي نطلعها إنه يكون الطقم كله أبيض فأبيض، وأكسر بالإكسسوارز، بالميك اب، بالشعر. هنا بتكون لعبتي. نايس، بس ما حيكون كذا. نقفل البليزر. حسيت ان اللوك يحتاج بلت صراحه، لان البليزر كان ما هو موضح خصر الموديل، بس الحزام كبير شوي فحنحتاج اننا نسوي تعديل عليه. واو، اي ريلي لايك ات. لو اعتمدت هذا اللوك كفاينل اوتفيت بحط الخط العربي على البليزر من هنا وحيكون لونه بالابيض. نايس. الرسالة راح تكون على التنورة. ركبت توب أبيض مع قميص أبيض، طبعاً مع التنورة البيضاء ومع حزام أبيض. بنغير الشوز. كل أبيض فأبيض، بس كسرت بالشوز لونه تركواز والشنطة لونها بينك. نايس. خلاص، يعتبر هذا هو اللوك النهائي. الحين الميك اب والستايل هير، يلا نبلش. الحين وأميرة لنجهز اللوك مع بعض. راح يكون اللوك نهاري. أبي بس إن إحنا نضوي من هاي المنطقة. أوكي. طبعاً بما إنك قلتي لوك نهاري، yeah. نسوي لها شيء مرة خفيف على العين مع أي لاينر جداً بسيط، بس عشان يرسم لها عينها. وعلى اللبس we can go brown ombre and red in the middle. هيعطيكي مرة fresh look. تمام. أوكي. بالنسبة للشعر بنعدل شوي من قدام، بس بيكون نفس الشكل، ما راح نغير شيء فيه. بالنسبة للميك اب حابة يكون شيء مرة ناتشرال، بس في نفس الوقت أبي أبين لها ملامحها بشكل خفيف. ودك تضيفين شيء على اللوك عشان لا يطلع مرة ناتشرال؟ ممكن نضيف هنا لون عند مجمع العين. حلو، كيف حابة الشفايف تكون؟ أحس مات. الجلوسي راح يعطيها طلة حلو. أوكي، ممكن نشوف يعني خليها مات بعدين نغير. وبالنسبة للشعر حابة أرفع لها شعرها، يعني ما أبي إنها تبان متكلفة، لأن اللوك كذا فريش ديلي. أكيد حيطلع شغل مرة حلو، وأنا متأكدة إننا حنفوز. حماس مليون. أحمد، كنت أبغى أعرف فين بدأت رحلتك في تطبيق الخط العربي على المنسوجات أو الأقمشة؟ اللي خلاني أبدأ أنتشر في هذا المجال اللي هي الكتابة على اليد. اللي خلاني أكتب على اليد حيخليني أكتب على أي شيء. طبعاً الجلد الناس تحسب الكتابة عليه بسيطة، سهل. بس لازم تتعلمي
اشياء بسيطه تخليك تتقني. خلاني اتعلم اليد، خلاني ادخل على المنسوجات، ادخل على اللوح، ادخل على المنحوتات. الخطاط او الفنان ما حيقدر ينتج شيء جمالي لوحده. صحيح. انا كخطاط جربت على تيشرتات، جربت لحالي اروح لمصانع، اكتشفت انه انا في عندي اشياء فاقدها. يجي دور هنا المصمم، توزيع الخط العربي حيكون صحيح، الرسالة اللي احنا بنوجهها سواء لو كانت كلمة حتطلع بطريقة محترمة، بطريقة واضحة فعليا. فهنا اتفق الخطاط واتفق المصمم. كيف يا أحمد ساهمت المملكة العربية السعودية من خلال مبادرات مختلفة في الحفاظ على فن الخط العربي وتعزيز ثقافته؟ في تقنين وتوجه خاص لتطوير الخط العربي، لأنه في النهاية هو لغتنا. ومن أهم المبادرات اللي صارت من المملكة العربية السعودية عام الخط العربي اللي تمدد لعامين، وكان لي مشاركات الحمد لله مع وزارة الثقافة في أكثر من 17 إدارية حول المملكة. ما شاء الله. كانت فكرتنا إنه أغلب الأماكن العامة بتفتقد لجماليات، وكان بيضيفوا دائما الرسم أو الأشجار أو الأشياء البسيطة. فعام الخط العربي قالوا لا، احنا ندعم الخط العربي ونوزع في كل مكان. وقتها شاركنا، وكانت المبادرة صراحة جدا جدا مفيدة لي ومفيدة للناس، تعرفوا على الخط العربي إنه نقدر نوصل أشياء جمالية بالمساحات الكبيرة. يا هلا، يعطيكم العافيه بنات. العافيه. الله يعافيكي. هذا اللي وين وصلتي؟ انا سويت شيء سيمبل شوي عشان بيكون نهاري. حبيت الميك اب بس عندي شويه تعليق، عندها كسره شويه العين هنا المنطقه هذه والمنطقه هذه. أوكي. بس شويه يتعمل لك كونتور خفيف. اوكي. بالشادو. اوكي نايس. هذا الرسمه مضبوطه، هذه بس يبغى لها تتزبط زيها اخف شويه. اوكي. مرحبا. يا اهلا. يعطيكم العافيه بنات. هذا مبدئيا اللوك حيكون النهائي. حبيت نسوي ميك اب ناتشرال جلام. بالنسبه لللاشز وش رايك نحط فول لاشز او بس على الطرف عشان يعني يعطيها رفعه للعين اكثر مسحوبه؟ احس رموش اطراف تطلع عليها حلوه، تمشي مع الوينج لاينر، لانك انت حاطه بس الوينج في الاطراف. صح. ما انت حاطه اي لاينر كامل. ومثلا لو حطيتي تتشت ازرق خفيف من المنطقه دي اللي قدام فوق او شويه هنا تحت. اوكي. نصيحتك نجلة جدا في مكانها وبعتمدها ان شاء الله. صار وقت الجد الحين، لازم ان انا اجلس مع احمد. ايش الافكار اللي حنقدمها هنا اليوم ان شاء الله؟ حابه ادخل هنا كلمه عشق. تمام. طريقه تكون واضحه. وابي نفسها تكون مضيق لين الواسع تحت. انا ممكن اديكي امثله ونجربها بالورقه كيف تطلع شكلها. ايه بهذه الطريقه مره حلوه. تخيلي لو احنا عملناها بالطريقه دي، نبداها من هنا تنتهي لهنا. Very nice. ما شاء الله عليك، أنا وصلت له بس الفكرة وهو قدر يطلع لي الشيء اللي أنا أبيه فعلا. أبي أكتب هنا أحب نفسك أولا، أو حتكون على الكم. بوريك مثال للي في بالي بس عشان تكون الصورة واضحة. أنا هذا طلعته من على النت، تكون الكتابة طولية وتمتد من هنا لهنا، يعني هذه الطريقة. بما انك تبغيها طوليه، عندنا ثلاث خيارات. ممكن احنا نستخدم من المساحه دي للمساحه دي، او احنا نبداها من تحت الى النص. لا انا ما افضل نبداها يعني لين النص، احتاج هذه المنطقه تكون مغطاه. تمام. يصير عندنا من الكتفنا الى الكم. جميل جدا. التنسيق من وراء فكره الثلاث نقاط مع الكسره مع السكون، هذه كانت ابداع جدا. داخل ألوان البينك والتركواز برضو لمسة جداً قوية. ستايلست بدأ العد التنازلي. 10 9 آخر 10 ثواني، متى ألحق أن أنا أضبط الكم الإكسسوريز كيف أحطها؟ توتر مرة. 2 1 ستوب. أقابلكم على الرانواي. أول ما دخلت الموديل أمانة توترت شوي، بس من نظرات ريم ونجلة وأحمد حسيت إن شيلي التوتر. لا تخافي. فكرة الظهر عكس الألوان جميلة. الله.
صراحة جدا حبيت ستايل دولي، حبيت كيف قدرت تكسر الأبيض في الشنطة والشوز. الله عجبني جدا. إني أشوف إضافاتي، لمساتي، أفكاري، شعور جدا حلو. لوك صراحة حسيت فيه إبداع، بس سهلة علي نسق شيء زي كذا. ستايلست، حابين نسمع منكم تفاصيل التنسيق، نبدأ بيكي فرح. حاولت أعتمد لوك سيمبل بس في نفس الوقت أضيف عليه شيء من الخط العربي، طريقة تكون حلوة. المكتوب عليكم اللي هو أحب نفسك أولاً، اللي هي عبارة ملهمة لي في الحياة. أشوف أن البنت لازم تحب نفسها عشان تقدر تعكس هذا الشيء على مظهرها. شكراً يا فرح، نسمع منك بليز دولي. أنا تو جايتكم وأنا الخمس أيام لسه والدة. ما شاء الله، ألف مبروك عليك. الله يبارك فيك. الله سلامتك. فكرة إن الطفل أول ما لمس حضني كان إحساس جدا قوي، فاستلهمت منها كلمة عشق، وحسيتها كلمة بسيطة تقدر توصل الإحساس الأمومة، إحساس تبع الحب نفسه. كلمة عشق عبرت عن اللحظة اللي كانت بيني وبين ابني. أنا أديه كنت مشتاق أن أنا أشوفه في اللحظة اللي جاء فيها. أنا فعلاً نسيت الوجع، حسيت الإحساس كله طلع عليه. صراحةً بدعت وانتو الاثنين. فرح، حبيت كيف القميص تصرفتي معاه، دخلتيه كأنه فستان. yes. فوق الفستان. فكرة مرة حلوة جميلة. الجملة اللي اخترتيها مرة حلوة، تعزز الثقة لكل واحدة تلبس أكيد. الفستان ده. الشعر حلو أنك رفعتيه عشان يبين حلق ويبين الموديل القبة واللياقة. المكياج حلو، مشرق ناعم، حبيت كل شيء. العبارة اللي اخترتيها وعكستيها على اللبس، أنا أحب نفسي أولاً في السراء في الضراء في أي وقت، هذه الرسالة جاتني أنا. كلون تناسق صراحة أبدعتي. الله يعطيك العافية. فرح، ممكن بليز أطلب منك الحزام اللي موجود على الموديل تخلي اللي في الخلف أمام وفي الأمام خلف؟ أكيد. بالنسبة لي أصبح التنسيق أريح للعين. كان في طبقتين جاية فوق بعضها بهذا العرض، والخامة حقت الحزام سميكة، يعني ضخمت لي المنطقة الجزئية، خلتها شوية صبة واحدة أو شوية مستوى واحد. صحيح. أنا أحب الخصر يدخل ونخرج منه. صراحة فكرت فيها، بس حبيت البلت يكون من الناحية الثانية عشان يبان الجولد اللي فيه، لأن يتماشى مع الشوز والشنطة. دلي، حبيت مرة الستايل حقك، حسيته فرش وجديد. حبيت تدخيلك للقطع، كيف جمعتي تنورة مع حزام مع بلوزة مع جاكيت، تربيطات من هنا. حبيت الجملة اللي اخترتيها، وطبعا أحمد بدع في الخط هنا أو هنا، حقيقي ما شاء الله. الميك اب حبيت إنه ناعم، مشيتوا كلكم انتوا الاثنين على نفس التحدي، إنه قلنا ناتشر وطبيعي، بس لو كان عملتي لها ويت لوك الشعر كله كده ستايلينج جل على ورا، كان مشي أكتر ماسك ستايل. كان طلع أفظع من الفظيع. نيجي الآن لأستاذ أحمد. أول شيء الكلمة واللي شرحتيه قبل شوية وصلت الرسالة قبل أحد يتلقاها أساساً. Thank you. عجبني أنا في اختيار أماكن الكلمات. بالنسبة للألوان، أنا عارف إن التحدي كان لون أبيض، صراحة اللون الصارخ ذا وذا أبدعت فيه، خلتيني أشتد كتركيز ألوان، وهذا كله انعكاسه في الظهر. دوري حقيقي ولا غلطة، ولا غلطة. I love the look. حسيت إن أنا أسعد واحدة بالحياة. نفسي كان ابني يكون معي. شوف اليوم أنت بسبب وجودك أنا وين صرت. I love تعاملك مع الجاكيت، الحبال، الحزام، الكم طيحة مستواه، كله في هوية قوية جداً، مختلف عن المعتاد في السوق. مو بالسهل إني أروح المول وألاقي هذا التنسيق على المانيكان. رائع فكرة الستايلست إن أنت تختلف ويكون لك شيء خاص فيك، يعني مستحيل أحد يقلدك، ولو قلدك ما راح يعرف يوصل للنقاط أو التفاصيل تبعك. الآن حنعطيكم التقييم الرقمي ابتداءً بأحمد. دولي، أنا أعطيكي 4 من 5. بالنسبة لفرح أعطيكي 3 من 5. أنا حاطي دولي 5 وحاطي فرح 4. أنا في مود رائع، وليكم أنتوا الاثنين مني 5 و5، علامات كاملة. Thank you. مبروك دلي، أنت الفائزة معانا في التحدي الأول. جدا مبسوطة.
أبي أروح أحضن ابني وألمه بس. صراحة الفرق ما كان كبير، بس مع كذا أنا أحترم يعني وجهات النظر والنصائح اللي أعطوني. هي كذا يطلع لك جلسة استشارة مع أحمد عشان يعطيك نصائح تساعدك في تنسيق الخط العربي مع اللوك التحدي الثاني. Thank you. متحمسة أخذ منه أفكار أكثر ونطلع بشيء إن شاء الله، إن شاء الله يعجب لجنة التحكيم ويعجب المشاهدين بعد. أحمد، تقدر بليز تقول للستايلست إيش هو التحدي الثاني؟ نبغاكم تبتكروا لوك راقي لحضور حفل عشاء غالا دينر، بس المرة هذه مو زي التحدي الأول، حساعدكم تسووا الخط العربي على أي شيء مو بس على الثياب. كتابة تكون على أي شيء، يعني ممكن على بشرة الموديل، في مساحة لي أقدر أنا أطلع الإبداع في الخط العربي. أحس بسوي شيء أنا ممكن شخصاً يعني ألبسه، فجداً متحمسة للموضوع. تذكروا إنه اللي فازت في التحدي الأول ممكن ما تفوز في التحدي الثاني. المطلوب منكم إنكم تجتهدوا وتبذلوا جهدكم عشان تفوزوا بأحلى ستايل. ورونا إبداعاتكم. الحين إيش توجهك؟ إيش أفكارك اللي ممكن إحنا نتكلم عنها؟ حابة أخذ منك نصايح للأمانة. بوجود أحمد حسيت إن الوضع بيكون سهل شوي. لازم أخذ رأيه في إيش اللي يرسم عليك. شوفي الزيتي أعتقد ممكن نضيف حروفيات تبدأ من تحت إلين ممكن إلين المنطقة هذه وتكون بتلاشي، ممكن نثقل اللي تحت ونخفف اللي بعده ونخفف اللي بعده. معروف إن الدرس ممكن يرسم عليه، بس إيش اللي ممكن نختلف فيه شوي؟ هنا الفكرة ممكن نسويها الموديل أحسن، لأن المرة الماضية حطنا على الفستان. ممكن نضيفها على الجلد، إن إحنا النيكلس ينكتب بالخطوط العربية. ممكن أو على اليد. بس هل حنرسم نيكلس على إنها نيكلس بالخط العربي، ولا حتجيبي نيكلس ونشتغل عليها بالخط لا العربي؟ لا، إحنا حنرسم نيكلس. تمام، بالعكس حتدي إيحاء، بس إحنا حنركز على اللون. أحمد عنده أفكار كثيرة، بيخلي الواحد يطلع إبداعات وبيعطيك لمسات بسيطة فعلاً تحلي الفكرة اللي أنت تبيها. بعد الجلسة مع أحمد صرت جالسة أسوي سيرش إيش العبارات اللي ممكن إن أوصل فيها رسالة قوية. متحمسة اللوك الثاني. أوكي، أبيك تجربي هذا. أول لوك نحطه للموديل فستان الفيروزي، حسيته مرة راح يمشي مع بشرته. أول شيء نجرب هذا الدرس مع الشوز this one. أوكي، بعد ما طلعت حسيت إنه مو ضابط مرة مع حاف، كان في وسع من الجناب، حس إنه ما بيضبط مرة، بس خلينا نشوف. حطيت شريط بينك بس برضو ما حسيت إنه ماشي معها. وفي كذا مع هذا الشنطة جالسة أفكر الكلمات تكون من تحت أو الخطوط تكون من تحت، بس ممكن نغير قصير شوي. ما حسيت إنه مناسب لغالا دينر، بلس إن ما مشى معه أي حذاء إلا الحذاء المفتوح. طيب خلينا نشوف الأوبشن الثاني. مرة نايس، أحس ممكن نضيف عليه أكسسوار. حبيت اني اكسر اللون بايرينجز جولد داخل مع بعض الالوان. الباكس ممكن نشيل هذه. اخترت الباك الاوف وايت، يعني حسيتها اكثر شيء تناسب مع اللوك. قاعده افكر كتابه الخط العربي حتكون من الداخل، فلو اخترنا هذا الاوتفيت على الرنوي حتضطرين انك تسوين يدك كذا بطريقه انها تبان الكتابه. يس اوكي، ثاني اوتفيت حختار هذا الدرس مع ديس هيلز. خلنا نجربه. اوكي نايس. ما هاي ها صراحة تكون كثير حلو، احس مرة واسع عليك لو ضيقناه شوي. حسيت مناسب لغالري دينر، بس برضو كان في وسع. هاي دولي. هاي، هذا اختيارك الاخير للفستان اللي هتستخدميه؟
لا لسه مو حاسة مرة. شوفي أبغاكي تعرفي حاجة، أنت فزتي في التحدي الأول فسقف التوقعات جدا عالي منك، فما ينفع أنك أنت تنزلي بأي شيء أقل من روعة. هذا الشيء وترني زيادة، كنت خايفة أني أخذلهم. الفستان نفسه ما هو على قد المستوى المطلوب، حاولي تختاري أصلا شيء تاني تبدأي فيه. أنا هنا انهارت، ما صار في أي وقت عندي. اللوك الثالث، جربي هذا. جميل، خليني أشوف وش ممكن نحط معه. درس بيربل فواجهت صعوبات شوي بالإكسسواريز. هنجرب هذا، نحس أكثر لون مناسب. هاي فرح. هاي، هلا. كيف الأوضاع؟ الأوضاع للحين تمام، هذا ثاني أوتفيت. أوكي. فكنت أفكر إن الكتابة بالخط العربي حتكون من تحت. جميل جداً الفستان، حتكون مع هذا الباك. حقيقي ماني متأكدة من اختيارك للشنطة، بس حيبان معنا على الرنوي لما نشوف الشوز وكامل التفاصيل. كمان حابة أذكرك أنك منتي محدودة في أنك تنفذي الكاليغرافي على الفستان نفسه، ممكن على الشوز، ممكن حتى على بشرتها. كلام ريم أفادني، لأن أنا كنت ناسي صراحة أن ريم ديني أحط الكاليغرافي على أي مكان. آخر درس حيكون هذا مع الهيلز الأسود. ممكن تجربينه وخلنا نشوف كيف حيطلع. واو، نايس. شوفي هذه، راح نلبس هذا. اتجهت اللوك السبعينات. لوك السبعينات وقت ما بيدخلوا على حفلة عشاء دايما ما بيجلسوا كفين، بلس اني بفكر اني اعطيها شنطة بيكون مكتوب عليها، تمسكها بايدها اللي ما فيها جلوفز. هاي التفاصيل بتفرق. شيء ساتو بروفيشنال، خلاص بنعتمد هذا. بس أحس ناقصة شيء، حبيت إني أضيف عليها لمسات من السبعينات، فجيت فكرة النت. جرب نايس، بس حنثبتها. نغير الإيرينجز، حنجرب أكثر من إيرينج. أعطيني هذه، خلنا على هذه اللي عندك. آخر شيء الشنطة. هذه مور إليجنت. الكاليغرافي أنا قاعدة أفكر أنها حتكون على الفستان من تحت بشكل حروف متناثرة، بس على النهايات من النهاية. أتوقع كذا عرفنا لوك الرنوي، فالحين صار وقت إني أفكر بالشعر والميك اب. هذه المرة اللوك حيكون مختلف عن اللوك الأول، أحتاج إني أسوي الآي شادو بطريقة ملفتة. فأبغى أدخل لون البينك بطريقة ما إنها يكون مرة واضح. رأيك؟ أخلي اللاشز هي اللي هالمرة تضرب، مو الآي شادو. اللاشز أخليها بلون الفستان، شو رأيك؟ غريب، جديد وجريء. واو، أبي أطلع شيء ملفت للنظر، فكانت الفكرة مرة حلوة. وبالنسبة للشعر من هنا يعني ممكن ريترو على وراء الخلف. الميك اب أبي مسحوب الآي لاينر بطريقة تبين التشكيل الحروف العربية، لأن إحنا راح يكون سيمبل، ما راح نرسم على الفستان. طبعاً بنكثر شوي الهايلايت عشان سهرة. أوكي. الروج أنتي لعبي فيه على راحتك. أنت تبغي مات كلوسي؟ مات. مات. أوكي. بالنسبة للشعر، نبي شيء كلاسيك، عارفة اللي هي تكون رفعت الشعر من هنا ونازلة شوي، وبعد نبي من الجهة الثانية إن إحنا نرفع الشعر شوي عشان نبين الإكسسوريز. أوكي. ما صار عندنا وقت علشان لسه لمسات أحمد، فنبي نخلصها بسرعة. ما أعتمد عليكم. أحمد، كيف حولت الخط العربي لفن؟ أغلب الأشكال الهندسية اللي احنا بنشوفها عبارة عن أشكال هندسية جميلة، لكن لما نضيف فن الحروفيات عليها حتدي شكل وطابع يسمى بفن الخط العربي. طبعاً إيش فن الحروفيات؟ هي عبارة عن حروف، حرف بحرف بحرف، دمجنا بينهم بشكل متناسق عشان يدينا جمالية
تسمى فن الخط العربي. بالنسبة للأدوات اللي بتستخدمها، هل هي نفسها اللي بتستخدمها على الأقمشة هي نفسها على الورق ولا كل شيء مختلف؟ طبعاً شوف، أنا في بداياتي كنت بستخدم أي أدوات في أي شيء، بس مع التجربة مع التكرار مع غلط مرة 20 مرة لقيت لا، إنه في لكل مادة، لكل ليذر قماش أياً كان له نوع خاص فيه، وتقدري أنت تخترعي طرق أو أدوات جديدة تستخدميها بنفسك. يعني واحدة من الأشياء اللي أنا بستخدمها أبرسم بالكلور، بأخذ لي تيشيرت أسود، بأخذ الكلور والفرشة بأشتغل فيها حروفيات ثواني وتغير اللون طوالي، فهنا أنا كونت خلينا نقول مادة جديدة. الخط العربي دخل في الأزياء، إيش في مجالات تانية ممكن يدخل فيها الخط العربي؟ نقدر نوظف الخط العربي في أي شيء تشوفه عيننا حيحليه. يعني أنت لو طلعتي حوالينك في البيت، أنت عندك أباجورة، عندك سجادة، عندك إطار حوالين الشاشة. أنا قابلت كثير ما يفهموا أي كلمة أو أي حرف عن الخط العربي، بس يقول لك ترى أنا عيني ارتاحت ولقيت فيه جمالية، مع أنه مو فاهم ولا حرف، صار عندي فضول ولا كلمة، صار عنده فضول إيش نوع الفن ده، وصاروا يقتنوا مني ناس يعني ما لهم عرب بس عجبهم الفن. خلصنا ميك اب، خلصنا شعر، بس باقي التاتش الاخير اللي هو لمسات احمد اللي احنا جلسنا نخطط لها. طلبت منه ان احنا نسوي كتابه على شكل نيكولاس كبير، اخترت كلمه روح الروح وكون نقيا في النص. على ظهر الموديل ما حبيت اكثر حروف كثير، استعملنا التشكيل خليناها شيء بسيط، واخر لمسه له كانت على الشنطه نفسها اللي هو كتب عليها الروح. أكتب كلمة فانتي ناو، يوم شفت النتيجة صراحة انصدمت، الدرس طلع أجمل كثير مما تخيلته. شكرا صراحة أحمد، أبدع، يعني كلمة مبدع قليل عليه. بنات 10 9 آخر ثواني، الوضع جداً توتر، الإكسسوريز كيف ألحق إن أنا أحطها، ونجلة جرسي عد 10 9 8 6 5 4. في آخر لحظات حبيت إني أضيف النت على الشعر والدرس من فوق عشان يعطي مظهر فانسي شوي. 2 1 خلص الوقت، أشوفكم على الرنوي. طالع لجنة التحكيم، حسيتهم مرة منبهرين في الشيء اللي سويته. لما شفت لوك ترى حسيت إنه ممكن تصير خربطة بالنتائج، درجات تبعي أنا اللي تطيح. المرة هذه التحدي أقوى. شوفك يا نجلة، حبيت حتى الشعر ما شاء الله، الموديل مشيتها واللوك طلع جدا قوي، حسيت حالي سافرت لورا كثير. صرت جالسة أطلع على لجنة التحكيم إيش التعابير تبعهم، هل عجبهم ما عجبهم. أنا أفضل لوك هالأول، كان في إبداع أكثر. ستايلست، حابين نسمع عن كل لوك باختصار، نبدأ بيكي بليز. فرح، حبيت أستخدم ستايل قديم أضيف عليه لمسة عربية، اخترت إضافة كلمة فاتنة بهذا الشكل اللي أعطاه مرة جمال. اخترت هذه الكلمة لأن أشوف كل بنت تقدر تكون فاتنة، بس المفروض الوحدة تعرف وش الأشياء اللي تناسبها وش الأشياء اللي ما تناسبها. دولي، نسمع منك بخصوص تنسيقك. حبينا نطلع اللوك بشكل ناعم ويكون التركيز على الكلمة نفسها، الرسمة اللي تكون على الجسم، مكتوب روح الروح،
وفي النص كن نقياً. الرسالة اللي كنت أبي أوجهها للكل، مهما حدث ما تأثر الحياة علينا، فالروح ما ينفع أبداً هي تتغير، خليها دايماً نقية. فرح، اللوك يجنن، اللون جداً قوي، اختياركم أنت وأحمد مع بعض للكتابة، نوع الكتابة، حجم الكتابة، تفاوت في أطوال، كان متجانس جداً مع القصات أساساً حقت الفستان. الشبك استخدامه جميل، كنت أتمنى ستايل شوز مختلف شوية، لأنه الفور غالا إيفنت أتوقعت أنه يكون الشوز مور فورمال. الخيارات عندي في الشوز كانت جداً محدودة، فانحديت على هذا الشوز. فرح، اختيار الكلمة جداً متناسب مع الديزاين. كتوزيع الخط العربي، فكرتك في النهاية توجيهك لما شفتوا الموديل صراحة طلع شيء جداً جميل، تناسق الألوان أبدعتي فيه، فالله يعطيك العافية. الله يسعدك، شكراً. فرح، حبيت اللوك اللي عملتيه، اختيارك للفستان مرة حلو، حبيت الميك اب والشعر والأكسسوارز، اللوك مرة ملفت وفعلاً فاتنة، وهي طلعت فاتنة ما شاء الله، يعطيك العافية. الله يعافيك. دولي، I love الديتيلز اللي انت وأحمد عملتوه على النك، عجبني كمان اختيارك للفستان للقصة، ما فهمت اختيارك للشنطة غير انه لو كنت تبغي تبرزي فيه الخط، بس كون القاعدة حقت الفصوص الديكي على فضي والاكسسوار على ذهبي، هنا صار عندي شوية تشتت. بالنسبة لك يا دولي، فكرة توزيع الخط العربي في الشنطة، في الظهر، في النكلس جدا جميلة، كأوفر أول صراحة كل شيء متناسب. Thank you. دولي، حبيت انك غيرتي في موديل الشعر، اختيارك كان جميل، الارت ميك اب اللي عملتيه لفتني صراحه كانها اجنحه فراشه، والكتابه حقتك مع لون الفستان انه لون كده فاتح، لون يدل على الصفاء والنقاء كمان حلو. تعليقاتهم للامانه كانت بوزيتيف، خلتني ارتاح شوي. شكرا فرح، شكرا دولي، شكرا العارضات، نستاذن منكم حنتشاور عشان نعلن مين الفائزه. أكيد. تقدروا تتفضلوا. بالنسبة لي دولي فازت في توزيع الخط، أنا كخطاط بشوف توزيع الخط كان جداً مناسب، بس ممكن خسرت كم نقطة في تفاصيل ثانية. أيوه. فراح وفت أغلب الشروط، بس ما نقدر ننسى كمان المكياج حق دولي كان روعة، رسمة الأنانير كأنه في خط حاكت الخط العربي. أيوه. طيب أنا أقول نعطيهم علاماتنا الرقمية الآن. جاهز؟ جاهزين. أشوف. واو، نتيجة أبداً ما توقعتها. ستايلست، كنتوا على درجة جداً عالية من الاحترافية، الاعتماد على النفس، الإبداع، الفكر خارج الصندوق، ريزلتس مرة كانت مبهرة، فنشكركم على هذا الأداء. ومن هذه المنصة بيلمع اسم ستايلست واحدة قدرت تلفت نظرنا بلوك كامل متكامل بالميك اب والشعر والملابس، وقدرت تحصل على لقب أحلى ستايل. دولي، في التحدي الثاني كانت مجموع علاماتك 12 علامة، وفرح في التحدي هذا الثاني كانت مجموع علاماتك 14 علامة، وبالتالي مجموعة نقاطكم للتحديين مع بعض 26 نقطة، يعني تعادل. ألف مبروك. يعني ما قدرنا نختار. واو، صراحة مو صدقة. ألف مبروك. ماني قادرة أوصف فرحتي. شرفنا أصلاً إحنا تقابلنا معكم وأخذنا منكم نصايحكم. شرف لنا والله. كانت إكسبيرينس جداً قوية لنا. صراحة تجربة جداً جميلة، واكتشفت فيها كثير أشياء عن نفسي وعن شغفي في هذا المجال، فشكراً لكم. وإن شاء الله تكون هذه بداية انطلاقة لكم في عالم الستايلينج. إن شاء الله. أكيد.